الوضع معقد للغاية. بهذه العبارة تكتفي المنظمات الدولية بوصف ما يحدث في حدود مدينة الحديدة، حيث تحاصر قوات الشرعية والتحالف المدينة بهدف تحريرها من ميليشيا الحوثي. ويبدو أن هذا الوضع انسحب على طبيعة العلاقات بين أبوظبي وواشنطن، ففي الوقت الذي وصلت فيه قوات الشرعية والتحالف إلى مطار المحافظة، جددت واشنطن عدم موافقتها اقتحام المدينة. ووفقا لرويترز، فإن مسؤولا إماراتيا أكد رفض واشنطن طلبا قدمته أبوظبي بتقديم معلومات مخابراتية ولوجستية واستطلاعية، بالإضافة إلى التعاون في إزالة الألغام. بتقدير مراقبين دوليين، فإن أمريكا لا تريد التورط بشكل مباشر في اقتحام المدينة، نظرا للكلفة الإنسانية التي تبذل الأمم المتحدة جهودا للتحذير من عواقبها على المدنيين. لكن أمريكا لا تبدو متصلبة في موقفها، حيث لم تبدي موقفا ممانعا من تقديم فرنسا استعدادها لتنفيذ عملية إزالة الألغام. تشكل الألغام عائقا مهما يزيد من خطورة تقدم قوات الشرعية والتحالف، لكنها تعد أكثر خطورة في تحرير ميناء الحديدة. وبحسب رويترز، فإن وزارة الدفاع الفرنسية تدرس إمكانية إزالة الألغام المحيطة بميناء الحديدة، بعد تأكيدات استخباراتية بزرع ميليشيا الحوثي الألغام في محيط وداخل الميناء. وبين رفض واشنطن وانتظار الموافقة النهائية لباريس حول مساعدة أبوظبي في تقديم مساعدة فنية ولوجستية لإزالة الألغام، يبدو أن معركة تحرير الحديدة التي بدأت يوم الأربعاء الماضي تتجه حاليا للسيطرة على مطار الحديدة، لفرض أمر واقع يسرع في بسط السيطرة على المدينة ومينائها.